السلام عليكم. اليوم 23 غشت 2021. غادي ندير واحد الجولة صباحية في الأرض عندي. أنا كنسقي دابا حاليا، طلقت الماء، طلقت القوطاقوط كنسقي. إيوا غادي نتم، غادي إن شاء الله غادي دقة دقة إن شاء الله. هذه أول حاجة يعني قدامي هي هاد الشجرة ديال التفاح كما كتشوفوا. هادي عاودت درت الازهار ديالها. والسبب شنو هو؟ هو لقيتها ملي كتكون الشجره يعني عطشات واحد الوقيته، ومن بعد لما كتشرب كثير فهي كتنطلق اولا بالاوراق ديالها كما كتشوفوا، وفي نفس الوقت كتخرج الازهار ديالها رغم انها ماشي في الوقت ديالها. ولا بقات مكمله يعني بدوك الازهار وبقات سميتو، فهي الجهد ديال الشجره غادي يمشي. الجهد ديال الشجره غادي يمشي. ها انتم غادي تشوفوا هنا بان راه كاين التفاح. ان شاء الله هذا الموسم يعني ان شاء الله باذن سيد ربي، فالاشجار الزيتون يعني ما شاء الله الا ما جاش الشعجاجه ولا مثلا هذا العطش نيت هذا يعني، حيت عندي مشكل في القوطاقوط والتسقي يعني بالموتور يعني ما كاينش اللي يسقي ليا، نظرا لان الجار ديالي عنده اشكال فحتى الخدمه ما كاينينش قلال. كنتمنى ان يعني هاد الشجر يعني تجي شي اشتواء ان شاء الله اللي تعتق كل شيء، وان شاء الله يعني الاشجار الزيتون يعني تشد. الحمد لله شوفوا لاحظوا معايا مثلا هاد الشجره، لاحظوا معايا هاد الشجره يعني هذه راه مزبوره من التحت. هذه راه كانت شجره كبيره ومن بعد زبرناها من التحت كما كتشوفوا، ومن بعد انطلقات. ولاحظوا معايا ما شاء الله الغله ما شاء الله، يعني الحمد لله هذا العام ان شاء الله ان شاء الله باذن سيد ربي غادي يكون الزيتون يعني زعما يمكن ان شاء الله غيكون في حاله جيده ان شاء الله. لاحظوا معايا الخير ديال سيد ربي. اللهم بارك يا سيد ربي في هذا الشيء، اللهم بارك في هذا الخير ديالك. الحمد لله هذا يعني كيفرح القلب بزاف لما كتشوف هذا الشيء. انتم غتشوفوا حتى هنا يعني نفس الشيء، حتى هذه الشجره هذه راه ما غادي نوريكم لتحت ان شاء الله، غادي نوريكم بان بعض الاشجار اللي ما كيوصلهاش الماء كثير فهي عندها اشكال يعني غادي تشوفوا بان الحبات يعني بداو كتكمش. انا حاولت هذا الصباح ان شاء الله باش نوصل ليهم الماء باش ما كان، وغادي نشوف النتيجه من بعد نوريكم الشفرجل. الشفرجل ممتاز، هانتوما تشوفوا ممتاز، انتم كتشوفوا باقي ما نضش مزيان لان خصو يكون صفر ما يكونش خضر بحال هكا، خصو يكون اصفر. ولكن غادي نضطر انني نحيدو، غنضطر انني نحيدو ونخلي شي وحدينات، وخصو يكون صفر باش كيكون ناضج. اللي غادي نوريكم حاجه اخرى هو القيم اللي كان الجار ديالي كان قال لي خصك تحيدو، فانا ما حيدتوش. دابا منين رجعنا يعني لقينا يا اما طايح يا اما مسوس يا اما ضربه الشمس يا اما كما كتشوفوا هنا. لاحظوا معايا ايوا غنحيدو ان شاء الله هادشي اللي بقى. فكما قلت لكم يعني كان عندي اشكال كبير هو ان الجار ديالي كان تعرض لواحد يعني واحد الكسيدة حديثة سير، وتوعت بزاف في رجلو، كان عنده شي هرسات في راسو في وجهه، الله يجيب ليه الشفاء ان شاء الله بموضوع على خير. فكانت الزوجة ديالو هي اللي كانت كتطلق ليا مسكينة الماء، وولدو مرة مثلا لقيتها ملي كيجي، هذه كرمة، ولدو لقيتها ملي كيجي كيسقي ليا بموتور ولكن على واحد المدة طويلة. دونك الزوجه ديالو هي اللي كتسقي ليا بالكوطاكوت، كيكون عندها اشكال لان عندي كوطاكوت فيها شي مشكل.
هي كما قلت لكم كان كيوقع ليها مشكل، يعني لما كتسكت ليها ما كتبغيش دير ليها امر صافي كتخلي، دونك الاشجار ما كتاخذش القسط ديال الماء ديالها. انا في هاد الايامات اللي جلست هنا يعني عطيت الماء كثير للشجر، هانتوما كتلاحظوا معايا شوفوا، يعني هانتوما شوفوا يعني البطاقوت، وشوفوا هاد الشجره هادي اللي كنت نقلتها نيت من عنده، شوفوا لاحظوا معايا اثار ديال العطش والجفاف، فهي يعني بسات عندها واحد لابارتي اللي خضراء، واحد الجهه اللي خضراء اللي باقي شويه خضراء، ولكن هذه يعني غادي تموت. فانا حاولت ما امكن باش نصبرها البارح، صبرت هنا وغادي نكمل ان شاء الله باش تصبر كلها، تصبر كلها ونشوف واش غتنطلق من تحت، يعني من هنا شوفوا الله، يعني نحيد لي هذاك الجهد، نحيد هذا العواد اليابسين ونشوفوا الله شنو غادي يدير، واش غادي يدير. الحمد لله دابا اليوم يعني هاد الايامات تقريبا، هاد الايامات اللي انا جلست فالحمد لله يعني الاشجار شبعات ما مزيان مع راسها وكل شيء، يعني الحمد لله شبع ما. دائما الزيتون كما كتلاحظوا هادي راه البارح كانت عطشانه مزيان، فانا سقيتها بطريقتي يعني بالوسائل اللي عندي، انني طقت ليها التويو ديال البير، يعني البوطاغوت لصقت التويو في واحد التويو كحل ديال البوطاغوت وجبته لهنا وطلقته وتسقات الحمد لله مزيان، وها هي رجعات فيها الروح. نشوفوا مثلا بوعويد اللي هاد السنة سبحان الله العظيم يعني ماشي بحال السنوات الأخرى، والو ما دير حتى شي حاجة، ديال هاد جوج حبات، وهاد جوج حبات راه واكلين منهم الطيور كما كتشوفوا. هنا هاد لابارتي هادي شبعانة مال، لقيتها ملي كتطلق القوطاقوط ف كيخرج الماء كثير هنا، وهاد البلاصه هادي شبعات ما مزيان، يعني هاد الشجره ديال النافيل ولا هاد البرقوق اللي كاين هنا ولا كلشي البيكونفيلي وكلشي اللي كاين هنا فهو شبع ما بطريقه مزيانه كاع بزاف، ولكن الاشجار ديال الزيتون لا. فشجر الزيتون حتى هي البارح طلقت ليها التويو، ها هو التويو هذا، حاولت باش نسقيها، الكميه ديال الماء اللي غادي تكون خدات ما غاديش يكون كافي، ولكن على الاقل يعني مره بحال هكا فغادي يكون ان شاء الله غيكون الخير. ما شاء الله الزيتون ان شاء الله الموسم كما قلت لكم غيكون الزيتون ممتاز. هذه واحد الكرمه بقات فيها حبه وحده، ها هي خبيتها باش ما يمشيوش ليها الطيور. اشنو اخر غادي نوريكم، فكاين الرمان، البنان، حتى هو البنان يعني كان ممكن انه يكون احسن من هذا الشيء، فهو يعني العطش خلاه انه يعني ما يديرش، دار سميتو ديالو، ولكن كيطيح دوك البنانات اللي كيدير. التشجيرات كاملين تقريبا سقيتهم البارح، سقيتهم بالشجيرات الكبار ديال الزيتون، سقيتهم بالتويو. انا غادي نوريكم غير البنان، اللوز البارح جنيتو، الرمان غادي نجنيه دابا، عندي شي مشيشات هنا الحمد لله، عندي واحد المشيشه هنا والده ما عرفتش كتبان لكم راه كتحرك والده هنا، فانا مزيان باش تكون عندي هنا المشه. علاش؟ لان هاد المشه هادي كتقضي على القوارض، كتقضي على الفيران، يعني ما يبقوش مازال يدورو بصحتي هنا كما كيقولوا، وفي نفس الوقت يعني حتى الله يستر، يعني حتى الله يسر العقارب حتى هما ميبقاوش مثلا، يعني كتجري عليهم اون كيلكو سورت. هذا الرمان، هاد الشجره هادي راه كما شرحت لكم في فيديو قبل، هانتوما شوفوا الطيور اش داروا ليها، لان تفرقعات بعدا ديجا، ومن بعد الطيور بالوا بها. هانتوما شوف هنا راه هذا الطير اللي دار ليها هكا، ولكن في نفس الوقت هي راه ديجا تفركعت. حنا دابا هاد الرمانه هادي راه ما بقات فيها حتى شي وحده اللي هي صاينه، هادي
هذه، ولكن هي صغيره ما عصيناش، ها هي راه حتى هي راه كلاوها. يعني هاد الرمانه ما خلو فيها حتى شي حاجه ديالهم، بصحتهم وراحتهم. كاينه رمانه اخرى لهي لقدام، نمشي نشوفوها. الحمض ونا الطونطون، رغم ان الحمض هاد العام تا هو قليل بزاف، يعني ما دارش كثير. هذا الرمان تا هو فيه لي هذه الحموله اللي دات لي بحال هكا، وفي نفس الوقت العطش. هنا غتشوفوا ها هو الرمان، ها هو. يعني ما شاء الله الشجره كانت كتسقى مزيان فعطات مزيان. انتم هادي تا هي عطات واحد شويه، هي عطات شي رمانات الحمد لله. هما ما شاء الله حبات الرمان زعما مزيانين الحمد لله. هما نطلع على الماء واش باقي خدام، حيت كتسكت كما قلت لكم. غادي نتاكد غير من هنا، دونك باقي خدام. نديكم نوريكم الزيتون اللي ما كانش كيوصلوا الماء كثير، شوفوه وغادي تشوفوا الفرق ما بينه وبين الزيتون الاخر. لاحظوا معايا ان الزيتون محتاج الماء بشدة، محتاج الماء بشدة. يا سيدي ربي تجي الشتي هو اللي تسقي كل شيء. هنا انا طلقت كما قلت لكم غوطا غوط، هنا خاصو جوج تيويوات، ما خاصوش تيوي واحد. على العموم الحمد لله، يعني غادي تسقي واحد شويه، نعاودو عاوتاني منين نبغي نمشي عاوتاني نقول للسيد عاوتاني يسقي ان شاء الله. واحد نصيد ربي الكريم، انا درت ليه ثلاثه ديال لي غوتور هنا، ها هما. المهم راه عاطين الحمد لله. دابا على الاقل انا دابا عطيت عنها، يعني طخشات لي رجلي، صافي غير بان راه كاين شبع تماما. انتم غادي تشوفوا، شوفوا لاحظوا معايا. كما قلت لكم هنا ما كانش كيوصلوا الماء كثير، والا ما تسقاش يعني بالموتور ما كيتسقاش بالغوطا غوط مزيان. انتم لاحظوا ما شاء الله، يعني الزيتون شجرة الزيت، يعني دارت الزيت كثير الحمد لله، دارت الزيتون زعما كثير الحمد لله. ولكن كما شرحت لكم مع الاسف، انتم شوفوا هنا الحمد لله شويه هاد لابارتي، هذه شويه كتسقى من هنا من هاد البلاصه، هذا هو اللي خلاها عاطيه الوجه ديالها مزيان. غادي نشوفوا الجهه الاخرى اللي حاولت باش نعطيهم الماء مزيان، نعطيهم الماء كثير. اسمعوا ليا، شوفوا غير الحبات ديال الزيتون قداش صغارات. شوف انا راه طلقت عطيتهم الماء كثير، انتم غادي تشوفوا. ها هو، غادي نحول تويو البلاصه الاخرى باش كلشي يتسقى. نمشي نشوف الحمد لله انهم يتسقوا غير شويه بعدا، ماشي بحال. شوف لاحظوا معايا الاشكال هو هذا، يعني لما كيكون مثلا عندك ما كاينش اللي يسقي لك، ما كاينش، فكيكون اشكال كبير. ان شاء الله يكون الخير، هادشي اللي غادي نقول ان شاء الله يكون الخير. اذا هادشي اللي بغيت نقول لكم، هادشي اللي بغيت نوريكم. الشجرات ديال المشمشه هما راه شابعين ما هادو،
الحمد لله. يعني لما كنطلق القوطه قلت انا فاش كيشبع مزيان الماء، كاينه هاد البرقوقه حتى هي راه شابعه ما الحمد لله. لاحظوا معايا حتى هي مزيان، ايوا ان شاء الله يكون الخير. هاد الحمضه حتى هي هي لان هادشي اللي غادي نوريكم ان شاء الله، ونتمنىكم انكم يعني تفاعلوا مع الفيديو وتدعوا معايا ان شاء الله تجي شي شتيوة لينا كاملين ان شاء الله، وتعتق هاد الاشجار ويشافي الجار ديالي اللي مقابل ليا هاد الارض في الحقيقة، خلى ليا بلاصتو هاد الايامات ويحن صدر ربي الكريم. تحية للإخوان وتحية للمتتبعي القناة ديال زراعة الأسطوح، كنحييكم وكنقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.